مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تكون هناك رياح نشطة في المناطق الشرقية، أيضا هناك عوالق ترابية في بعض المناطق وزخات رعدية على منطقة جازان وعسير. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل مناطق التي سيحدث فيها الهطول. نلاحظ خلو المملكة أو من أي تواجد أو أي حدوث للهطول في أي منطقة من مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية مساء وليلة الأحد على الاثنين. أما الخرائط الجوية التي تمثل سرعة الرياح، فنلاحظ أن هناك نشاط للرياح في منطقة الدمام والمنطقة الشرقية. تكون هذه الرياح نشطة ومثيرة للغبار والأتربة، كذلك هناك نشاط في المنطقة الغربية على سواحل البحر الأحمر. إذن على سواحل البحر الأحمر وسواحل الخليج هناك نشاط للرياح بتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا، قد تمتد إلى منطقة بريدة وحائل والرياض والإحساء وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. الأحوال الجوية المتوقعة في الرياض هذه الليلة، هذه الليلة أجواء مغبرة أيضا حارة نسبيا إلى معتدلة، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 26 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد أجواء حارة نسبيا ومشمسة ودرجة الحرارة العظمى في الرياض 36 درجة مئوية، لكن الأجواء معتدلة ليلا ودرجة الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى المتوقعة في الرياض 37، وأثناء الليل الأجواء بتكون معتدلة ودرجة الحرارة الصغرى 26 درجة مئوية. الثلاثاء أيضا أجواء حارة نسبيا ومغبرة ودرجة الحرارة العظمى في الرياض 37 درجة مئوية، لكن الأجواء في الليل معتدلة إلى حارة نسبيا والصغرى المتوقعة 28 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة: إسكاكا 29-18، تبوك 31-20، عرعر 29-16 درجة مئوية. المناطق الغربية أجواء حارة بشكل عام ودرجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 38 والصغرى 27، جدة 36-26، مكة المكرمة أجواء حارة العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية، الطائف 32-21 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية نتوقع حدوث بعض زخات من المطر في منطقة أبها وجازان. الباحة الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا، العظمى 28 والصغرى 20، جازان 36-30 وأبها 29-17 درجة مئوية مع سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا. المناطق الشرقية من المملكة في الإحساء أجواء مغبرة وحارة 37-24، الدمام أيضا أجواء مغبرة وحارة نسبيا 33-25، حفر الباطن الأجواء مشمسة مغبرة أحيانا العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية. في أيضا منطقة الرياض والمناطق الوسطى أجواء تقريبا حارة نسبيا مع ظهور بعض السحب، حائل 30-19، بريدة 32-23، الرياض 36-25 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، لكم أجمل تحية من طقس العرب وشكرا لمتابعتكم.